جميلة. محمد فلاق وكيل وزارة الثقافة والمجتمع المدني. كنا نحن عاصرنا حركة تأسيس حركة اللجان الثورية، هي أسست من أجل ضرب الحركة الطلابية في ليبيا. رفضنا ما يحدث في الجامعة، عبرنا عن رفضنا بمنشورات وزعناها داخل الجامعة، طالبنا فيهم الشباب بالتحرك بمناهضة النظام، بالاعتصام، بعمل أي شيء. لما المنشورات هذه ما أدتش النتيجة المرجوة اللي احنا كنا نتمنوها، كتبنا في المدرج، في مدرج جامعة بنغازي قريون السابقة كلية الاقتصاد. كان العمل هذا في بداية مايو 1982. اكتشف أمرنا، اعتقلنا على أثر هذه العملية. طبعا من العبارات اللي كتبناها كانت يسقط النظام، يسقط القذافي، يسقط اللجان الثورية، أين الحرية، أين الديمقراطية. كلنا الشتائم للقذافي أيضا وللجان الثورية. تم سجننا لمدة 5 تقريبا، وسادس يوم طلعوا بينا داخل مركز مبنى مركز البحوث اللي كان داخل الجامعة، وتحديدا داخل كلية الاقتصاد هي كليتنا. تم تعذيبنا وضربنا داخل مركز البحوث. تم تعذيبي، أنا ضربت في مخزن كان تقريبا 3 متر في 3 متر، وضعت على كرسي في وسط المخزن وضربت حتى لم يعد في وجهي مكان إلا عيوني. أذكر لما طلعت تلك دخلت الحمام تلك الليلة ونظرت في المرآة ما شفتش إلا عيوني، كان وجهي بالكامل أسود من أثر الضرب. دخلت في غرفة كبيرة في الكتيبة، لقيتها كلها رجال الدولة. عرفت أن هذا حسن شكال الرجل الثاني في ليبيا وقتها، فيها الجانجا، كان فيها عبد الله السنوسي، فيها مجموعة كبيرة أخرى، فيها الوزري عثمان الوزري. فقالوا هاتوا الفلقة، جابوا الفلقة، حطوني في الفلقة، لفوني. فجاب أحمد مصباح عصات جريدة، العصا العادية اللي يضربوا فيها بالفلقة تختلف، هو جاب عصات نخيل. أذكر أنه هو جربها في إيدي أول ما جربها، فانتفخ صبعي في نفس اللحظة، لاحكي حطوني في الفلقة. كانت معايا واحدة ضابطة، قالوا لها لفي دبشها عليها. سمعني حسن شكال أسوأ ألفاظ ممكن تسمعها البنت في عمري في ذلك الوقت، في حضور وزير العدل الليبي مفتاح بوكر. كان مفتاح بوكر مستسلم بالكامل وراضي عما يحدث. حطوني في الفلقة، ضربوني، تناوبوا على ضربي كلهم، يعني 3 منهم، إلى أن فقدت الوعي. لما فقدت الوعي وقفوا الباين وعوني، لقيت طبعا صرخت، عيطت، واجد، تألمت، استنجدت بوزير العدل. لقيت رجلي منتفخات، درشني ما قدرتش نلبس الحذاء اللي أنا جيت به، فخذيت الحذاء مسكتة، طلعوني. أذكر أني شفت منظر أنا عمري ما ننساه، شفت أحد الجنود اللي كان في الكتيبة يبكي، يبدو أنه هو كان يسمع. لما شاف رجلي كنت رجلي هيكي وما نقدرش نمشي، كنت نمشي بجانب ما نقدرش نعفس، فشفت دموعه كان يباحث يشوف لأي درجة كانوا الليبيين مقهورين، ما قدروش يتكلموا، لا يستطيع الكلام، ما قدرش حد يعارض. حاولت الانتحار أكثر من مرة، لك حاولت مرة نرمي نفسي من الشباك، أضربت عن الطعام أكثر من مرة، وكنت لما نضرب عن الطعام يجيبوا الطعام ويكبوه على جسمي. حاولت نفتح إيدي، فتحتها فعلا ولكن كانت بالعمق اللازم، وأسعفوني ولفوا علي. يقول لك من يهن يسهل الهوان عليه، فما لجرح بميت إيلام. خلاص أنت منتهية، تتعرضي يوميا للانتهاك والتعذيب والإهانة والشتم، فقدتي إنسانيتك. لما يفقد الإنسان إنسانيته أعتقد يكون سهل جدا عليه الموت أرحم.